محمد هنيدي النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا في جزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل ان شاء الله. اشمعنى مسلسل؟ هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبته الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، وبنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي الحقيقه يا جماعه، حقيقي جامد. شكرا. ميرسي. برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي ايه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما انا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهارده والعرض الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. بشكر جدا المخرج وائل احسان، واستنونا اكيد وعروض خاصه تانية، عروض خاصه جدا جدا، والنهارده كنا مع فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم. الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم ان عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانية. أيوة يا أستاذ يوسف. أستاذ يوسف ده قفل. يوسف معاطي المتهم الأول. المتهم الأول؟ خير يا فندم، في إيه؟ إحنا شرطة الأجزاء. شرطة إيه؟ الأجزاء. أنا مش فاهم حاجة، يعني إيه شرطة أجزاء؟ بعدين، اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في إيه؟ امشي. إيه يا جودة اللي بيحصل؟ يا أستاذ أقول لك محامي؟ تقومني محامي وأنا حرامي فراخ يا جودة، كلم النقابة. امشي. إيه ده؟ يا فندم في إيه يا فندم؟ مش فاهم حاجة. بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعه، انا ممثل مش ارهابي. قدامي. امشي. ايه الاوفر ده يا فندم؟ انا ابتديت اخاف. انا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. امشي اروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الظابط، لو تكرمت، انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه، ايه المكان ده؟ اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حموده، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين. لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه. ايه ده يا استاذ صلاح استعداني صورته هنا ليه؟ ايه ده، انتوا قابضين عليه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه تلات اجزاء. طب ما الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك، ما بقبضش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل تلات اجزاء اهو. بعدين. انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش مية. حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده؟ الاستاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملت كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين. هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي؟ طب حد يتصل باشرف عباية. الله، لا كلموا لي اشرف عباية يا جماعه. بص ايه ده؟ ارحموني. يا ساتر يا رب. انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم. ده الاستاذ محمود المليجي. بريء. لا. اه
انا مظلوم، انا بريء. عم حسن حسني طبعا يا ريس، ما انت ما شاء الله عملت اجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر ابيض، الاستاذ غسان مطر. سلامتك يا استاذ غسان. انت مين؟ انت مش عارفني يا ريس؟ انا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم امير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا تروى على الاخر. الف سلام عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه؟ انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء؟ جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه، ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيت كافتيريا؟ كافتيريا، قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم وطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق وجوزتين سباس. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده، ايه ده، دي اموال الدوله. وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة، الجماعة عندهم حق، يعني فيلم إنتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش أنت تعمل فيه أبو علي وتعزم محمد عوض. إزاي؟ ما أنا عزمتك أنت. أنت عزمتني، عملت معاك فيلم أمير البحار، ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل، أنا اللي طعميتك في القهوة. أنت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر أتعاطف معاك يا عم غسان. أنا آسف. يا سجان، يا سجان. هتعمل إيه؟ همشي وأسيبك، أنا اتخنقت، أنا فاكر مظلوم. يا راجل صلى على النبي. خدني من هنا، عامل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شاي في الفيلم؟ يلا يا راجل خد بره. والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم. إيدي سلم لي على إلهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا 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 بالتمام. الله يخليك. اهلا وسهلا حضرتك يا فندم، ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا لا والله، اتفضل على كرسيك. لا ما يصحش يا فندم. لا لا ازاي، اتفضل اتفضل. شكرا شكرا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل. والله يخليني قاعد. اتفضل. يعني. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخبر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي: إيه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من أولها يا فندم. مفيش استعبط ولا حاجة، بس يعني أنا طول حياتي ما عرفتش واحد اسمه شعبان. أخ أخ منكم أنتوا يا فنانين، أخ. هتكذب عليا؟ عايز تفهمني انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصيه عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك ابو العالمين حموده، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان مبروك ابو العالمين حموده، دي شخصيه اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده ضابط ساذج، انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر. لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت شخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك. يا فندم العفو، انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف إن ده مش قراري أنا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم، أنا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وأنا شيل شيلة ليه أصلاً؟ وإيه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف مقاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟
شعبان أبو العالمين حمودة تأليف هنيدي، ووضعت اسمي مجاملة. لا أنا ما صدقش إن أستاذ يوسف يقول كده. ماشي. طب إيه بقى رأيك في الفيديو ده؟ اللي أنا بحبهم يعني. أيوه. إيه؟ هنيدي اتمسك. يعني أنا بصراحة في الفترة الأخيرة ما حبيتش أشتغل مع هنيدي شوية. يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك على حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني. فالحمد لله يعني. بصراحه انا حتى كمان قابلت النجم محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان، قلت له اوعى اياك والاجزاء، لان الاجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الاذاعه، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا. وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلميه للداري لكده النسا، لا فكره بجد سيئه جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفايه ولا نقول كمان؟ لا كفايه يا فندم، رغم اللي انا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للادانه. لا ارتهب ذكاء، بس انا عندي قفله الموضوع. ايه رايك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تاليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفايه يا فندم كفايه، ارجوك كفايه، متشكر قوي. يمكن الحاجه الوحيده اللي حصلت في المحنه دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت ورا اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك. انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. ده فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري. لا مفيش حاجه، انا عايز اروح بعد اذن حضرتك، انا واضح ان انا مجهد. شكرا على كل حاجه. شكرا يا فندم، شكرا، ربنا يخليك. فرصه سعيده يا فندم. شكرا. انا اسعد. الله يخليك. يا ريت بعد اذنك. تحت امرك. طلب اخوي. امر. بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الاحمر. اتفضل يا فندم، اتفضل، ربنا يحفظها، اجيب لها كرتونه ان شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. اختها ابتهال آه بتحب تكتب الواجب بالقلم الأزرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد إذن حضرتك. شكرا. طب مفيش حاجة ليا؟ حاجة زي إيه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت أمر حضرتك، بس تصدق أنت راجل محترم، أنا هديك حاجة غالية عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، أرجوك أرجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. شعبان مبروك شعبان مبروك، هو ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك، يعني ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك. شعبان زيه ما هتلاقوا ابدا في جمال اخلاقه، شعبان زيه ما هتلاقوا ابدا في جمال اخلاقه. استاذ علامه ولاؤه يابا للغه العربيه والاخلاق الحقيقيه، وعشان هيدوس عشان هيدوس عشان هيدوس عالشوك، وعشان هيدوس عالشوك، ايوه وعشان هيدوس عالشوك، ايوه. شعبان مبروك شعبان مبروك، هو ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك، يعني ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك. شد ايدك على الطبلة يا هلا، حلو حلو، ارقص يا هلا وافرح يا لهوي. ايوه 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 يلا.
جمال أخلاقه شعبا زيه ما هتلاقوا أبدا في جمال أخلاقه. والله هيدوس عالشوك وعشان هيدوس عالشوك ايوه وعشان هيدوس عالشوك ايوه. دوس يا ولد دوس عالشوك زي استاذك. شعبان مبروك هو ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك يعني ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك. عليك يا ماما اغسى عليك يا ماما خضتيني. قوم يا دنايا قوم. مش قادر مش قادر يا ماما. الله على الريحه الحلوه دي. يا صباح الفراخ المشويه المتبله. حطيها هنا ماما حطيها هنا. اتفضل يا حبيبي. والنبي يا ماما ارفعها لي شويه ارفعها لي. اتفضل يا حبيبي. الله مش قادر بس عايز انام. لا يا حماده قوم يا حبيبي في الحركه بركه. قوم يا حبيبي بطل نوم بقى. يا ماما النهارده يوم عندي شغل طويل وعندي ميعاد مهم. ادعي لي ادعي لي يا ماما. بدعي لك من كل قلبي ربنا يفتحها في وشك يا حماده. ده ماما سيبيني انام شويه تعبان كسلان والله. حبيبي قوم قوم يلا حبيب ماما وقت التشطيب جه. حماده يا ماما انا نضيف وزي الفل ولازم الواحد يتشطف والله ما قادر. حماده حبيبي لازم تغسل وشك. الله حاضر حاضر بس مش قادر استنى عليها. انا هغسل لك وشك. ربنا يخليك مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه والله. انت ام عظيمه عظيمه يا ماما. يلا هب 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 غمض عينيك عشان الصابون يحرقك. حاضر حب الميه ساقعه يحيى يا ماما يح معلش يقطعني يا روح امه. والله نشفي شكر يا ماما شكر شكر نشفي الحته اللي فوق اللي في خدي اليمين اللي في خدي اليمين بس ماما تخنقيني شيل الفوطه. يلا نف 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 هوبا هوبا شيل الفوطه هتخنقيني يا حي يا ماما والله عيني حرقتني. يلا سنانه مش قادر افتح شفايفي. شكرا شكرا تف 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 تف. اوف ماما نعم. سيبيني بقى انا تعبانه عايز انام عشان خاطري يا ماما. لا لازم تقوم وتصحصح يا حماده. النهارده بقى عامله لك مفاجآت مذهله. ايه ماما المفاجاه والنبي قولي لي. ايه يا حماده ماما خلاص بقى زهقت. حاضر ليه حماده على طول حماده على طول. ايه المفاجاه ما قوي تبقى مفاجاه لو قلت لك ايه المفاجاه يا حماده. عشان خاطري يا ماما عشان خاطري. ام يا حبيبي ده النهارده عيد ميلاد حماده. كل سنه وحماده طيب. هو طيب كل سنه وحماده طيب وانت طيب. ماما ماما ممكن اطلب منك طلب؟ عينيا انا كسلان شويه يعني سيبيني بس 17 ساعه انام لاني مهلكان هلكان هلكان. حماده انت مش بتقول وراك ميعاد مهم قوم وصحصح كده. والله يا ماما ميعاد مهم قوي ادعي لي ربنا يوفقني فيه. ربنا يوفقك فيه قادر يا كريم يا رب يا حماده. ده ماما ربنا نعم. يخليكي ليا انا مش عارف من غيرك اكيد كنت هخس مش عارف كنت اعمل ايه. بعد الشر عليك من الخسسان يا حبيبي. ايدي كابوسه يا ماما. خد يا حبيبي زقي يا زقي ايدي زقي متشكر. العفو رجع ايدي رجع ايدي يا ماما رجع متشكر. العفو يا متشكر. حماده ماما حماده ماما حماده ماما حماده حطي ايدي على بوقي عايز التاون. رجعيها متشكر. العفو يا حمودي. حماده يا ماما قوم بقى يا حماده مش معقول الكسل اللي انت فيه. قوم يا حبيبي وغير هدومك كده. لسه لسه هقوم واغير البيجامه والبس هدومي وانزل واركب الاسانسير. لا مش قادر انا مش هقلعك قادر. هدومك يا حماده ربنا يخليكي ربنا يخليكي يا ماما ربنا يخليكي. يا سلام
ايوه كده، لبسي جاهز والبنطلون والبنطلون يا ماما. ربنا يخليك يا احلى ام في الدنيا. يلا يا حنان هات ايدي كابوسها تاني. خدي يا حنان هات ايدي، زقي ايدي، زقي رجعي ايدي، رجعي. متشكر يا ماما. العفو يا حبيبي. ممكن انام شويه بقى؟ لا يا حماده قوم بقى. الله بطل كسل. والله ما قادر. طب مش قادر انزل من على السرير. طب اعمل ايه؟ دقلجيني يا ماما وزقيني. مش قادر انزل. مش قادر انزل. هوبا يلا يا ماما. هوبا يلا ماما. تعالي قوميني. الا ربنا. استنى انا جايه لك. جايه الخشب جامد قوي وجع لي ركبتي. معلش يا روحي. ماما ساعديني قوميني. حاضر يا حبيبي. ده ميعاد مهم قوي. ادعي لي. ادعي لي يا ماما. ها قومي يا دلال. قومي يا حبيبي. اسم الله عليه. النبي بتعب ولا لا؟ بتشقى يا دلال. والله بتعب وعندي ميعاد مهم. ماما ممكن تيجي كده شويه؟ تعالي كده انا اريح شويه تعبان. مش لا 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 مش قادر. حماده حماده ده انا محضره لك الفطار اللي انت بتحبه يا حبيبي. ربنا يخليك. والنبي يا ماما اديني ايدي كبوسها احسن. مش قادر. اديني ايدك. زقي ايدك. زقي ايدي. متشكر يا ماما. رجعي لي ايدي. رجعي لي ايدي. متشكر يا ماما. متشكر. افطر يا حماده. افطر على بال ما احضر لك الفطار. ربنا يخليك يا ماما ويخليك لي. توصل الفطار بقى. توصل الفطار اللي جاي. عيني يا حبيبي. حاضر. حماده حماده ماما. قوم يا حماده. اصحى. حاضر. بس بحب انام وتعمل لانشون في بقي. معلش. بحب تعمل لانشون في بقي وانني انام شويه باللانشون. لا يا حماده اصحى بقى. ولا انام خمس دقايق بالجبنه. اصحى بقى الله يحرقك. انام خمس دقايق بالجبنه الرومي. اصحى بقى. والنبي تعبان. ربنا ياخدك وارتاح منك. النبي ادعي لي في المشوار اللي انا رايحه. ربنا يوقف لك ولد الحلال. اللهم امين. ربنا يخليك. قال له اللانشون ده حلو قوي قوي. حماده وبعدين؟ كتري منه. يلا. انا طب شمسك عشان تزقيني. مش قادر. مش خليهم معايا. زقيني بيهم. زقيني بيهم. ما تتنيل تتزق بقى. ماما ماما هاتي سندوتشات. هاتي سندوتشات يا ماما. هاتي سندوتشات. حاضر يا حماد. ربنا يخليك لي يا ماما. ربنا يخليك. حاضر يا حماد. ربنا يخليك يا ماما. حاضر يا حماد. طب هتبصي حصليني بيهم على باب الشقة. انا مش قادر. انا هسحب. انا هسحب زي حمادة. زي الفدائيين. انا هسحب. انا مش قادر. تعبان يا ماما. زقيني. زقيني تعب رجلي. يا رب حياه رحمه تيتا يا رب ورحمه جده يا رب. اقف جنبي يا رب. انا ما بعملش حاجه غلط خالص. انا كسلان شويه بس هبقى نشيط. بس والنبي يا رب اهم حاجه النهارده ودلوقتي يا رب اكسب ضربه الجزاء دي يا رب. والله العظيم والله العظيم انت فقري وقاعد بتنق عليا. اول مره في حياتي اضيع ضرب الجزاء. طب يلا كمل لعب. ما تسيبش. ماشي ماشي بس انا كسلان قوي مش قادر ادوس على الزرار. مالك؟ انا مش مظبوط. انا مش عارفين بصراحه ولا تتضايقوا. إيه؟ انا جعان والله جعان. ايه ده؟ والله جعان. حماده تيجي ناكل؟ انت لسه ما فطرتش لحد دلوقتي؟ مش فاكر. انا فطرت بتاع 3 4 مرات بس بصراحه ماما النهارده ركزت في حاجات كتير ما اهتمتش بيها قوي. طب خلاص اعزمنا بقى. حاضر يلا كلم لنا الراجل بتاعك صاحبك ده بتاع الحمام. اطلب لنا 10 اجواز حمام. قشطه. وانت كلم بتاع الحمام صاحبك اللي انت تعرفه ده خليه يجيب لنا 6 اجواز حمام. ايوه بقى. طب ما فيش شاورما؟ عينيا هات سيخ شاورما لحمه وسيخ فراخ. ايه رايك؟ خليهم 3. عينيا انا هزوده. زوده زوده. هقول لك بقى على حاجه. خلي الوليمه دي بعد الماتش ده لما اكسبك عشان احتفل بالنشوه النصر. عشان طبعا هنضم معاها حلويات بقى ام علي وشويه بقلاوه. قشطه. طب وريني نفسك بقى. حلو. اوريك يا لذيذ. انت جريت ريقي. لا بس من غير غدي. اسمع يا ميسي يا جامد. اتفضل يا عم. اتفضل برجلك اليمين. اتفضل. شكرا يا اتفضل يا عروسه. وائل جمعه مين؟ بقول لك يا ميسي تقول لي وائل جمعه. انت جايني ليه؟ ما ينفعش نبقى قاعدين من هنا وما اعرفكمش بوالدي يعني. بابا خلي بالك انا مش عايز غش. اهلا يا حبيبي. استنى شويه مشغول يا بابا. في ايه البقره اللي انا مخلفها دي يا بابا؟ عايز ايه زفت؟ مش شايفني مشغول وماشي الناس اللي معاك مش عايز دوشه في البيت يا بابا. ما يصحش كده. بكلمك ترد عليا. مش فاضي. مش فاضي ارد عليك. غور انت روح يا حاج هات لي كوبايه ميه. والنبي خليه يجيب لي كوبايه ميه بسرعه. بابا بس عايزك في موضوع مهم كده يعني. لا انت هنخم ولا ايه؟ الله. حاجه هتخش يمين هتلاقي المطبخ. اعملي لي سندوتش جبنه حطي لي زيتون. ابعت الاولاد. بابا عايز ايه يا زفت؟ هخسر. عينك في عيني لما بكلمك. انت بتبرق لي يا ولد؟ بتبرق لي؟ طيب ثانية واحدة هفضلك. هفضلك. لا لا مش هينفع كده. بابا ايه ده؟ انت بتمسكني من معصمي؟ يا نهار بيمسكني من معصمي. انت بكلمك يرد عليا. مش هرد عليك. يا حسام يا ابني سيبه. الله يكون في عونه. شكرا شكرا. سيبه يلعب. الله يكون في عونه. جون 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 جون. حسيت. طب قسما بالله كلمة تانية وأخسر المحل ده على اللي فيه. لا أنا اللي أقوم هديك بالجزمة أنت والناس اللي جايبها معاك وهتزعقوا.
امشي عشان انا خسرت. اوعى بقى اوعى بقى ابعد عني دلوقتي. يا بابا يا بابا قوم اتعرف بالناس. ناس مين يا ابني؟ تعالى خد انت عامل لي فيها سبع رجاله وتخلي صوتك. ايه ده؟ ده ابوك ده هايف وعيل. ايه ده؟ انت بقى اللي حبيعك ده مبسوط على الكلام الفارغ ده؟ لحظه اوعى اكون فاكر ان انا قاعد بلعب وتعبان وجعان ومش مركز. انت قلت ايه؟ انا هايف؟ انا بقول له ان ابوك عيل وهايف وتافه. والله لا يبقى اخرج دلوقتي. ثانيه يا بابا كان هو هايف انت قليل ادب يعني. دلوقتي بترد عليه دلوقتي؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا؟ ايوه هو عارف. هو عارف؟ تبقى هايف. حضرتك بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ اه طبعا. بتعرف؟ كذاب كذاب. شكلك تافه ومالكش في البلاي ستيشن. دي لعبه عيال صغيره يا استاذ. اه انا عيل بس انت اعيل وامشي عشان ما هزقكش. خد الراجل ده بره. مفيش جواز. معلش مفيش جواز خالص. احنا اساسا ما نشربش. انت راجل عيل. امشي يا راجل. انت راجل عيل. امشي. تعالى لي تعالى لي عشان انت بتستفزني. اضربه ولا اكمل ماتش؟ لا لا كمل. انا هكمل الماتش. انا بحترمك عشان حسام. يلا امشي من هنا. امشي من هنا. معلش يا عم. انت راجل عيل. طب اتفضل. قلت عيل تاني. امشي من هنا. يا الهي خلاص يا بابا خلاص. معلش يا عم. استنى انا عايز اعتذر لك على حاجه. اوعى انت. تعالى امشي من هنا. مقصود امشي من هنا. امشي من هنا. يلا تعالى تعالى تعالى. انت العروسه؟ تعالى حبيبتي تعالى تعالى. ازاي تتجوزي ابن التافه ده؟ ده انت لو جيتي لي من كام سنه كنت دفعت فيكي اكتر من ابن التافه اللي هيدفع فيكي. انت بتعملي ايه هنا؟ قومي يلا معايا. قومي بره. هنبعت هنبعت. امشي دلوقتي يا حاج لو سمحت. امشي اطلع بره بيتي. يا حسام يا ابوك المجنون ده. تعرفتي على الواد فين؟ الشارع. في الشارع؟ ما انا قلت انت شكلك بنت شوارع. انت شكلك بنت شوارع. مش كل ما اجيب حاجه تشبط فيها يعني. ما ينفعش كده. تعالي هنا تقلي في ديكي ده. انت كمان بتشبطي. خد يا بابا. بنت نزله. العب يا بابا. خد بص. قعدت من غير ما حد يعزمها. العب. بص دي بقى استناني رجعت لك وانا فايق. اسمع. لا 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 لا. بص دي بص دي. حلو الكوبري ده يا معلم. يا ابن اللذينه. انا جعان. فين الاكل؟ شوف لي فاكهه طيب. شوف لي فاكهه. ايه ده ايه ده ايه الكآبة دي؟ بيت كئيب ليه كده؟ اقصى عليك يا ماما. بصراحة ماما مزعلاني قوي. ماما ما بتعملش معايا أي حاجة تبهجني في حياتي. بصراحة مزعلاني مزعلاني. اهدى بس يا حبيبي. اهدى ايه وبتاع ايه؟ مش كفاية إن أنا فتحت أكرة الباب لوحدي؟ هدوس كمان على كبس النور والله ما أنا دايس. وإيه الزروات اللي على شوف الترابيزة مليانة إيه؟ تورتة وجاتو طبعًا. ماما هي وأصحابها يجوا يقعدوا ياكلوا ويزروتوا البيت. أنا بصراحة بكره أصحاب ماما جدًا سواء رجالة ولا ستات. كلهم استغلاليين. طنط كريمه دي بتيجي تسرق من عندنا الاكل من الثلاجه من غير وراها من ورا ماما. والله مش عايز اقول لها بصراحه بقى. يا ساتر. ولا طنط سناء حراميه هي كمان حراميه وبتستغل ماما. ونرجس. نرجس كلكم ونرجسكم. ايه ده القرف ده يا سيد؟ ده انا زهقت منهم. حتى الناس اللي بتشتغل عندنا في البيت ولا حد بيساعدني. لا الطباخ ولا السواق. كلهم ناس رخمه وبكرههم. محدش بيساعدني خالص. انا زهقت من كل الناس دي وزهقت منكم بصراحه. انا بكرهكم والله. بكره اصحابي بكره الناس كلها. ما حدش بيعمل لي اي حاجه خالص. دي حاجه تقرف بصراحه. ايه ده؟ واضح ان هم عاملين لي مفاجاه عيد ميلاد. ازيك يا انكل؟ ميرسي على المفاجاه. هم قرفانين مني ليه؟ وانا قلت حاجه عليهم؟ انا مقرفه؟ انا قلت كده. انا هوريك. انا قلت كده. انا قلت كده. في ايه يا جماعه؟ مش مبسوطين ليه؟ هو الكلام ده برضه ليا انا كده؟ ايه ده؟ انا ما قلتش حاجه على حضرتك يا حضرتك. انت قلت لي على اي حاجه؟ ايه اللي ايه ده اللي بتعمله ده؟ انا ما عملتلهاش حاجه عشان تعملي كده. امال في ايه؟ الناس مالها متضايقه مني ليه؟ وانت كمان باصص لي ليه كده؟ الله الله الله. وانت كمان ده انتوا اعز اصحابي. هو في ايه يا جماعه؟ احضروا عيد ميلادي. ربنا يخليك يا ماما على المفاجاه. ايه فين ماما؟ ماما ماما ربنا يخليك على المفاجاه. يخلي لي ايه يا حماده؟ كده بتهزق الضيوف وتهزق صحابك. انت ايه؟ ما بتحسش على دمك خالص؟ انا يا ماما انا ده انا مبسوط بالمفاجاه. ربنا مبسوط ازاي؟ مالك يا ماما؟ ما عندك ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ مش عارف. انت هتموتي ولا ايه يا ماما؟ تقريبا. طب انزلي لوحدك عشان لو وقعت مش هقدر اقف. مش هلاقي حد يوقفني. على مهلك. سلامة. تشاهد يا ماما. تشاهد. مع السلامة. الله ناس طيبين قوي. هابي بيرثدي يا حمادة. هابي بيرثدي تو. اوف مش قادر انفخ بس الحمد لله البوطة حلوة. بس عشان تجاوب بقى انسى. عايز حاجة يا ماما؟ طب شكلها نيمت او ماتت. صباح الخير. ماما ماما فين البطاطس المحمرة بتاعتك يا ماما؟ فين المقلبية؟ فين الرز بلبن؟ الله يرحمك يا ماما. ايه ده؟ انا جعان قوي. سوري يا ماما انا جعان قوي. انا مكسل لي كده. ماما شوفيني يا ماما. شوفيني يا ماما وانا نشيط. شوفيني وانا نشيط يا ماما. افرحي بيا. بقيت نشيط. بقيت. سوري يا ماما. ريح شوي ريح شوي. اوه ماما
ماما ماما انا جعان يا ماما جعان ماما اعمل ايه اعمل ايه ايه ده بعتيلي اكل يا ماما ربنا يخليك يا حبيبتي انا حاسس ان انت معايا وحواليا سوري يا ماما هضرب سندوتش وبعد كده اغازل فيك شويه واحبك شويه الاكل طعمه وحش من غيرك يا ماما يمكن عشان ما فيهوش زيتون ما فيهوش زيتون ماما اعمل ايه انا خلاص تعبت بقالي ساعه بقول يا ماما الله كوارع يا ماما كوارع كوارع يا ماما كوارع كوارع يح يح سخن قوي فينك يا ماما كنت بتبرديها كنت بتبرديها وتفصصيها وتحطها لي في معدتي جوه اعمل ايه انا كنت بعمل ايه وانا معاكي في لحظه زي دي كنت بنام طب منين صباح الخير يا حبي يا امي يا احلى ام نفسي ابوس صورتك بس مش قادر اجيلك مش قادر ولا اجيبها اجيبها معلش كفايه يا ماما كفايه القلب تقيل قوي ماما تصبح على خير
اسكت خالص يا سليم. انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا؟ تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ تفكر ايه؟ ده انا نازك السلاح دار اللي اتجوزت اكتر من صباح اتجوزت، وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا نازك اهدي ارجوكي. لسه شفت حاجه؟ يا اهل كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه دي كده؟ مفيش زباين غيرك ولا ايه؟ ايه المسخره دي؟ يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم هنا. هنا ده بين اهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه سيبه، يعني الطربوش واللسه والشغل ده كله مش بمننا انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا ولد، انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حته انا بمزاجي اقعد فين، فهمت ولا لا؟ يعني جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيا اللي قاعده دهيا. شايف يا ولد؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي؟ وشايف هي زي حته الجبنه ازاي؟ لسه لسه شوف لنا حته نقعد فيها. يلا خلصنا. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليده هي رافعه ديها لوحدها كده وقاعده لوحدها، فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته النبي تشاف حد؟ الوليده قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها، بانها مجنونه ولا ايه؟ حاج هي قاعده معاها حد؟ ايوه. سنت حول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي. حياتي النبي ما شفته، النبي ما شفته. سلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه، انا هخلص معاك، انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتغرب من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه. هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام. تاخد كام دلوقتي عدا وانا اقدم، وتاخد البهيمه اللي معاك ديت وتقوم؟ انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ طب وكده ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. تملى عينيه هيخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمده، اؤمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك هكتب على اكتب على دي؟ انا هديك ورا ب10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلاها صح. هي خرصه ولا مالها؟ من ببلمها ليه كده؟ يلا يا ادمن هنا، يلا يلا. حقك يا عمده. كلوا الاول، كلوا الاول من نفسكم وحبوا. مع السلامه يا اختي. متشكر يا عمده. متشكر. مع السلامه. ايه الناس دي؟ هو دي يا امليك؟ هو دي يا زفتي؟ والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا هي تولع وانت قاعد على الكرسي جنبيه. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده، علي صوتك فاهم. الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. ناكلوا ايه يا جعانين يا بهايم؟ انا اكل ده كربات. ده كربات انت قاعد عند عميتك. استنى تقعد في كافيه افهم. إيه؟ انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسمع، هات لي الولا الاهبل دهون، هات له اسمها ايه ده، سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت صوص ولا ريد صوص؟ استنى، ما اول مره يجي هنا. تاخده وايت صوص ولا ريد صوص؟ ها؟ لا ما فيش، ما هاش. هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. وهات له. تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده؟ هو اهدي، انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خل ايدك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده، هي اللي خدتها انا من يومين، ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك استروبري كيك بس هتاكل زي العفانه والشنب والقرب ده. هو يا ما نفسي تولع وانت جنبيه. حياه النبي، لا شوطه شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه شوطه صح. انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقت ده هي يا خرابي. طب وستك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش، انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله يولع ان شاء الله. ما تمشي بقى انت تاريخ واقف فاتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظتش؟ قتله؟ تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب، انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستحملاك في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للسلاح دار، جاي للمبه عيله السلاح دار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه انت ايه يا سليمان، ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراه ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبه كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان. سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم
يبقى دي الحوار الدار دلوقتي وقاعدة معانا ست الناس الالمظايا ده هي. لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على صدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمرو. طبعا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه مين يشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحديه؟ يا خبر اسود، تصدقي تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها. يعني عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري، انا بحب اللحظه دي، انا بحب اللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مولعه؟ وانت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي دايه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر؟ ايوه ست الكفر والفدادين والدرع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. جاي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغرتي في طربوش ولا البدله اللي لابسي هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا. ايه شوف العصفوره اللي قدامك يتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهيتعبك في الصيف قوي بتخنق ده. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يطبط عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني وشوفي عودي. اسمعي كلامي، وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روحي اشتري له 40 متر بقى عشان تسطري لحمه ده هو. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا نازك، انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطه حلوه يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا. متر ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هانم. انتوا عاوزيننا نيجي عندكم هنا مره تانية ولا لا؟ ليه يا هانم، في حد زعل سيادتك ولا حاجه؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقوله العمده زعلك يا هانم وسيادتك ما تعرفهمش ولا حاجه؟ بس يا ابني الراجل ده هو حياة النبي حياة العيون ده، قولي لي مره واحده سلامونتي وانا ام البيت. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين، سلامونتي سلامونتي. عايز التخين دي يسمعها والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا ده مش ناوي اجيبها البر بقى النهارده. يعني هتعمل ايه؟ اديني قاعد ومش ناوي اجيبها البر، وريني هتعمل ايه طربوشك ده هو. قوم يا سلامونتي قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العره اللي قاعد جنبك ده هو، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن الافندي اللي معاك الفلس. ميرسي. تسلمي تسلمي. السلام عليكم يا واد يا ريخي. مع السلامة يا أخي. الله يسلمك. السلام عليكم يا ست الناس. وأنت حسابك معايا. هاي يا عمدي، سبع ولا ضبع؟ ولي يا سؤال يا ولي، أكيد خلص معاهي. خلصت معاهي؟ هو أنا من نقكم وشؤمكم عليا ونظرة عينك المرعبة دهيا هكسب في حياتي ربع ساعة؟ إيه النحس ده هو؟ أنا غلطان، أنا غلطان إني جبتكم من زريبة الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزه صارت؟ صارت طارت منين يا ولد؟ انا العمده، استنى عليها شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ رجعت لها دي حلو قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الوليه دي تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الاميره نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هب انا عايز اسالك سؤال، ما جاش في بالك وانت بتوصف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ ايه دي؟ هزقتيني وخلتيني انهوى قدام الغفر بتاعني. اوصفيني مثلا باسد، بجمل، بديناصور، اخش ضارب عليكوا نار كده واشرفك. بس معلش تهون الهواوة عشان عيونك يا قمر. تتجوزني يا سليمان؟ صراحه انت فاجئتيني، اديني شهرين ثلاثه افكر. ايه؟ هو دي اللي انا كنت عاوزه. لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزك، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جزمة. بصيت استرها يا رب، يا رب ما تتقتل في الولادة يا رب. أقوم بالسلامة. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيلة ايه؟ انت مش عارف ستك نازك، ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي، ما تستحملش الحزق والولادة. الولاده دي حاجه بسيطه، اسالني. انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه، انا اسود لحظه عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاثنين معايا. سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق، ما انا خايف تخلف بورص. احنا ايه يا عمدي؟
احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين، اللي عينه معوجه واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه، ابعدوا عني ابوس ايديكوا، عايز خلفه نضيف، يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا، غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك، نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده. احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهره ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. بصره النبي؟ ايوه، ده اوفر من المستشفى. المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس. دي بنت خليط المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب، بنتي اسمها زهر، نعمه من الله، الحمد لله. وطمنا على صحه البنت، نازله حلوه كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها، بس خير. بس خير. عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربنا. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي، وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور ولا عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على إنها آثار وأحبها وأحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ إيه اللخبطة ده هي؟ إهدى يا عمدة، إهدى. هتعترض على إرادة ربنا؟ اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة، اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، آثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنت الحد، من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله، الحمد لله، الشكر ليك يا رب. تيجي تتحول تتنقل، المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي. سلامات يا نازك، قول لسليم نازك عروسة وعرسها سلمت حبيبك. سلامات يا نازك، وأنا
المستشفى حالا. هطمنك يا ريس، هطمنك. حاضر يا ريس. حاضر يا ريس، هدفع كل حاجه. حاضر يا ريس. انا زهقت من العنبر ده، زهقت. ده جايب فيلم ايه ان شاء الله؟ ابراهيم الابيض. الاصابه ايه؟ كسر واربع مطاوي. ايه ابراهيم الابيض وكسر واربع مطاوي؟ يا سوني ما تتعبي، انسي بقى شغلتك القديمه. ها ولا حنيتي بقيتي بتشتغلي في مكان محترم؟ وده الديلر. كان فيلم حلو قوي قوي. سلامتك سلامتك سلامتك. ما تخافش، خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت، ولا بتعملوا حاجه. الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه، انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا بتعملوا لي فيها مشكله في المستشفى. ان الله وانا اليه راجعون، حول ولا قوه الا بالله. ده تبعهم. ايه ده ايه ده يا ابني ايه ده؟ خضتني. سلامتك. اهدى، انا الدكتور، انا الدكتور، ما تخافش. اهدى اهدى، ثانيه واحده، حطي لي ايدك هنا على ركبته دي. خلاص خلاص خلاص. ايه الرياكشن؟ ايه بيلق؟ ايه بيلق؟ بيلق. بقول لك ايه، مش عايز تهبله الكلام كويس. في ركبه بتلق؟ فين الحته ده؟ اكتب في التقرير ايه بتلق. امسك نفسك انت كمان. انا مش فاهم بيصوت ليه، انا مش فاهم. حاسس بايه يا حبيبي؟ احكي لي ايه الموضوع. انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا، فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره. قلت له ازاي؟ قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح. ايوه استاذ احمد السقا يعملها، انت كذاب، انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا. احمد السقا في منتهى الرشاقه، كذب. مش عايز، انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايزني ابلغ البوليس. قول وخلصني. ها؟ ما هو كان طالع بشخصيتين. مصر. وبعدين الانتاج اغراني، قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبك ماله. وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول. لسه هتحكي تاني؟ الحكايه بدات من وانا صغير. كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط، كنت اسيب الامتحان. بس كمل كمل كمل، انا مش سامعك. كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا. وبعدين لما كبرت. خلاص كمل. لما كبرت ايه اللي حصل؟ لما كبرت بقى الحته كلها تقول السقا راح السقا جه. انت السقا راح السقا جه؟ انت مجنون يا ابني. لاني جريء زيه بالظبط. اقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك. كنت امشي بعد الساعه 12 عادي، ما اخافش يعني. يا راجل باين عليك. وكنت ساكن في الثالث، اخد السلم كله جري، اخر سلمتين انطهم. انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل. بطل كذب. دي خلاص دي خلاص، حتى مفيش وطي صوتك بقى، عايز اسمع صوت عظمك. لا مفيش مفيش زقزقه في العارفه. معلش ان شاء الله ربنا يكرمك، ده السقا جنن الناس. مش معقول مش معقول. في حاجه تاني؟ انا عايز اعرف اخف امتى. ليه؟ علشان اتدرب على نطه الشلال. نطه الشلال كفايه. كفايه بقى كفايه، ده انت صدعتني، ده انت صدعتني، انا زهقت. ثانيه واحده، وانت كمان ابعدي عني كده، في عايز اخد نفس. الو يا رانيا. ايه يا فوزي، مفاجاه. خير؟ اصل ابن طنطلوره طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا، وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه. ممكن؟ بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته، يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر هوديك. حاضر هجيلك استوديو. ايه جلال؟ حاضر. طب خلاص خلاص، وتعزمني على حاجه ساقعه وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وهو بيمثل. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي يا حبيبي. باي باي يا حبيبي. باي باي. ايه يا سونيا انت اتجننتي؟ ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب، يعني اللي في دماغك ده شيليه خلاص. احترمي نفسك بقى، اعتبري نفسك شعر مخصوم منك. فهمنا؟ ايه القرف ده؟ يلا يا ابني. تمام. اسرع اسرع، مش عايز مرقعه. اللي يخش يلبس على طول. يلا بسرعه. عد يا ابراهيم، قلت لك ما تجيش في تصوير انا فيه. يلا يلا بسرعه. مساء الخير يا راني. حبيبي سوري اتاخرت عليك. معلش. حلو قوي المكان. قوي. النهارده كان الشغل كده في المستشفى موت، وكلهم ضحايا حبيبي كاستي، دوبلرات احمد السقا. كفايه انك جيت يا حبيبي. معقول يا راني حاجه تبسطك وما اجيش؟
انت فرحانه؟ انت بتحب احمد السقا كده؟ اقوي هتشوفيه بس على فكره قريب ولا ابن طنط لولو دي شخصيه هنا ولا هزقونا؟ ابن طنط لولو ده صاحب احمد السقا كده، الروح بالروح ما بيسيبوش بعض. حلو قوي. عشان بصي انا عايز ايه، تشوفيه ونروح نتغدى بره. اوكي انت مبسوطه؟ هنشوفكم. حلوه. هو اسمه ايه؟ جميل سفينه. جميل سفينه. لو سمحتي يا فندم، في هنا الاستاذ جميل سفينه. سفينه؟ اه. هو سفينه بقى استاذ يا استاذ ناصر؟ سفينه ايه يا عم المركب؟ شكرا، ميرسي على ذوقك. ميرسي يا فندم. دول اصلا شكلهم مش مهمين عشان كده ما يعرفوهوش. لا اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق. ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لاحمد السقا، انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت. لا يا فوز. انت يا ابني ايه يا ابني؟ انت متكلم باسلوب احسن من كده. حضرتك تمين؟ انا هنا مساعد مخرج وانت اللي بتتكلم باسلوب احسن من كده. انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك؟ لا حضرتك واضح ان فاهم غلط. انا دكتور، انا مش كومبارس، انا جاي لخطيبتي، هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس. دكتور عصير يا استاذ. عصير وايه يا ابني؟ انا عايز قهوه. ايه القرف ده؟ غوم من وش حاجه تقرف. امر حضرتك. انت هنا جاي تعمل دوبلير لاحمد السقا؟ انت فرحانه؟ دوبلير ايه؟ لا انسى الموضوع ده، مستحيل. مستحيل ايه؟ الضوء الضوء وتن. ما تقول لف وتريح نفسك. لف ليه حضرتك؟ من حق اعرف. اشوفك. شوفني ليه؟ ايه البتهريج؟ انت هتمثل؟ هتمثل؟ مش همثل. بقول لك ايه، لف. استغفر الله العظيم. خير؟ ايه ده؟ خير. ده انت وكبك وكب احمد السقا بالظبط. لا صح. صحي انت كمان. لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده، بيعصبني. انا جاي زياره وهروح. متشكر قوي. بقول لك يا، هما بيدوهم 40 جنيه، انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان وكبك. هيدوك 50 جنيه؟ 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيها حركه ولا ايه؟ انت بتهرجي. وفي وجبه كشري لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع وان انت هتبقى هفتان مننا عشان ما تقعش. وجبه كشري. انا اكل كشري. رانيا اعقلي بقى. متشكر قوي. ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. يا رانيا بصي، انت عارف ان انا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده؟ مش ما قولولي في حته تانية امثل ايه يا رانيا؟ انت مجنونه. اوه ملابس. ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. ما تشدنيش. ما تشدنيش. هو ايدك ليك ابو اب يترد عليه. هو ايه؟ بسرعه. جهزوا على المشهد واحد مسلسل للبيجاما الحمراء ايواكو. يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه، بس خلي بالك انا دكتور وعارف. يعني انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط، صح؟ والنضاره. خلاص ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. الحسنه؟ اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه؟ الله. انت بقيت شبهه بالظبط. انا شكلي احبك. شكلك. امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه البواخد؟ ما تكلمني عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع. احمد ايه؟ ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد، بدل ما حد يسمعنا كلمه. ايه حكايتي ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني، لما بقيت شبه احمد السقا. خلي بالك من كلامك. ها في احساس. هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعبر؟ لا عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت بتكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك. وطي صوتك. اوعي تعملي كده. وانا غلطان ان انا جيت معاكي اصلا. مش هرد عليك دلوقتي. ودلوقتي تقدر ترد. بس 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 يلا 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 بينا. ثانية لو تقدر. اعمل ده في البيت. يلا يلا يلا. يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل. اتكلم بطريقة كويسة. ايه اللي فظيع؟ جاهزين؟ يلا جاهزين. كان المفروض افكر 1000 مرة قبل ما اخطب واحدة تافهة زيي. طب جاهزين يا بيت؟ اتفضل. وانا ممكن اروح اورطكم كلكم. اتفضل. انا افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده، افكر ان انا اصلا احتمال ما كملش معايا. يعني ما كملش. احسن احسن. ماشي ماشي. انت ماسكني ليه بس؟ يلا بس قوم. حضرتك تتكلم كويس. تتكلم مع دكتور. طب يا ماشي. لا لا وايدك. ايدك. لا 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 معلش. ايدك ما تمدش ايدك عليا. لو سمحت بس اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس. احنا جاهزين. لو سمحت انا اسمي الدكتور فوز. يلا يا سطه بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا، هينسي الناس مين السقا بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ؟ اهو يا ريس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا ريس. ده هيعمل مكان استاذ احمد السقا؟ ايوه يا ريس اهو. وكبه وكب احمد السقا. انت مجنون؟ ايه علاقه ده باحمد السقا؟ انت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابه وبيخطفوه وفي دراما دراما. انت عايز تموتني؟ مين ده؟ يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها، انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو؟ أيوة. انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي. انا فعلا دي مش شغلتي، وانا حاولت اقنعه بره، هم اللي زقوني. واللطيفه اللي بتحب النجم، ثانيه بقى ثانيه عشان انت خنقتيني. لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم، موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا متورط. ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. انا اعتذر وما عطلكوش. طب اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب، وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب يا سيدي انت خلاص افسدت لي يومي النهارده.
مش معقولة كده. حضر المشهد بتاع الذبح. حضر يا ويس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لحظة واحدة لحظة واحدة، اعرفك مراتي ان شاء الله مستقبلا وخطيبتي حاليا. اؤمر. طيب البيت اللي كانت هتتذبح في مشهد الذبح موجودة؟ لا مش موجودة يا ويس. ما كانتش؟ لا ما كانتش. احنا كنا عايزينك معانا في مشهد بسيط كده. لا انا خطيبتي بتمثلش، ممكن اعرف المشهد؟ لا لا ده مشهد هتتذبحي فيه. بس ايه؟ هتتذبحي. انا موافق. لا لا سوري ما اعرفش امثل. يا عبيطة، هتمثلي في مسلسل بيجامة الحمراء مع النجم اللي بتحبيه احمد الزكا؟ يا بنتي ما تخافيش. انا موافق. لا 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 هيدوكي كشري. مش هتدوها كشري؟ انت بتهزر؟ و40 جنيه. بتهزر يا فوزي؟ يا فندم تأكد ان هي هتبشلكوا عايزين الرقبة. ايوه فوزي. بصي اللي هيذبحوكي. بصي اطفال اطفال ابرياء. يا بنت الخطوبه افسخيها في داهيه، انت لازم هتعملي المشهد ده على جثتي. انا موافق. خلاص ماشي. واحنا كمان موافقين. فين السكينه بالظبط؟ ايوه ايوه ايوه. عشان انت طول الليل والنهار احمد الساعه. اشربي بقى اشربي. مساء الخير يا استاذ احمد. حلو قوي. انا موافق. بسيطه و اوكي اوكي. ملابس. مبروك مبروك مقدما. مبروك يا حبيبتي. يا يعني انت خلي استاذ احمد الساعه ينفع. جهزوها للمشهد. هو ما عرفتيش فوزي؟ انت مرمطتيني. هي مشيت يا فندم. ده بيني وبينك بقى، لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحه على الموضوع يقلب بجد. لا لا ما تخافش، احنا عندنا ناس بروفيشنال هيذبحوها من غير ما تحس. ما شاء الله واضح بروفيشنال. بسم الله ما شاء الله. حضرتك بتجيب الناس دي منين؟ ها يا رامي كله جاهز؟ جاهزين يا ويس. النسوان اللي هتمسح الارض والدم موجودين؟ حصل يا ويس. طب كويس. لا هي متوتره بس. هيمسحوا ايه؟ الدم يا حبيبي. ايوه دم بتاع السينما يا فاكره بجد. حضرتك مخوفه زياده. ما تخافيش. دم دم اوانطه تمثيل يا بنتي. ياما ناس اتقتلت ممثلات. هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفه بقى. عاوزكم تركزوا معايا. الممثله قدامكم هتمسكوها تذبحوها. تذبحوها. بعد ما تذبحوها انتوا عارفين شغلكم وخلاص بقى. انتوا عملتوا ده قبل كده كتير. انت بنت حلال والله. اول مره تمثلي مع نجمكم المفضل احمد الساعة. يلا اجمدي ما تخافيش بقى. خليكي بلا فوزي بلا بتاع. اسكتي تعالى كده بقى فوزي عشان الدم هيتفرج. يلا يلا حبيبي. استنوا لما اقول اكشن اكشن. هايل هايل يا نورو. برافو برافو. يا نهار اسود دول دبحوها بجد. البوليس دبحوا خطابتي. خطابتي اتدبحت اتدبحت. ايه يا هبله؟ قومي جريتهم لك. ها عايزه تشوف احمد السقا؟ اول واحد سابك وجاري. انا عايزه اروح. اسمعك تقولي اروح استوديو تاني. ها اروح اجيب لك ال 40 جنيه ولعلبه الكشري. انت بتهزر. يلا قدامي. يلا على الله. اتفضل اتفضل. استنى نفسي استاذ احمد السقا الحقيقه هو نفس الطول ونفس الهيبه ونفس الشموخ. ازيك يا استاذ احمد؟ فاكرني ولا لا؟ انا اللي عملت دورك في الفيلم الاخير. فاكرك وحش فاكرك. وزي ما نطت العماره جت على خير انا مستعد لنطت الشلال. حبيبي حبيبي بس انا رجالتي ما يبقوش كده. رجالتي ما يتضربوش في رقبتهم. رجالتي ما فيش جبس. ها رجالتي لازم يبقوا جامدين. الرقبه لا لازم امرنه. اضرب يا استاذ احمد. لا من غير ما اضرب بس بجربك. وحش 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 وحش. يا استاذ احمد استناني هنا اروح اعمل مكياج المشهد الجديد واجي لك. ها اتفضل يا استاذ احمد. هاي 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 يا حبيبي. الله لو عايزني اختفي كمان ممكن اختفي. ثابت وثابت انا وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سريري. ظابط وثابت أنا 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 وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سريري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرم انت من دول 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 تحت تأثيري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرمين تمن دول 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 تحت تأثيري. ثابت وثابت أنا وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سريري.
ظابط وثابت انا 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 وفاخر بدبابيري نابطش طول السنة وحشني يا سريري. بنط فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار 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 ده بجد لا مش هبل مش هبل علشان كده مغوار مغوار. بنط فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار نار ده بجد لا مش هبل مش هبل عشان كده أنا مغوار مغوار. لأجل القانون أعمل مجنون واتحدى أي حرامي في الكون. اديني مزد على التليفون تلاقين أنا وغيري عصم لي للميري عصم لي للميري. صدقني مستر سعد أنا مش جاي أهددك ولا أحزنون، زي ما بتقولوا ما على الرسول إلا البلاغ. أنا جاي وحامل إليك رسالة. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتولي سينيور زيك لابس لي باروكة؟ قلتلك 100 مرة دي مش باروكة، ده شعر الأصلي، وهو ده سبب قوة المافيا، قوتنا الحقيقية، إنك تفضل متخيل إن دي باروكة مع إنها شعر الأصلي. سينيور سالمون ولا لانشون أنت؟ أنا والسادة المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزة من سعد التالي إيه؟ أي نعم أنا رجل عمل مشهور وعندي مقاولات وليا سيرتي الذاتية الفظيعة اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف أنتوا عايزين مني إيه؟ مش عارف. أنا كمان مش عارف، صدقني أنا مش عارف. أنا كل اللي أعرفه إن أنا مش طايقة وإني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي أعذبك فيهم ولا أطشلك ولا أطخلك وأكني لك كل شر. كل شر؟ أيوة. يعني أعتبر إن أنت جاي نويلي على الشر؟ أكيد، بس يعني بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالاختلاف حاجة زي كده. يعني إيه؟ عايزين مني إيه؟ مستر سعد عايزينك تتعاون معنا. تعاون معاكم في ايه؟ في في يعني هو انت لازم تحرجني يا اخي؟ خلينا بنتكلم مع بعض بنملة وخلاص. املة بقى. بنملة وخلاص؟ يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ اوه حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. هتحداك انت؟ انا سعد التالي. انت مين؟ انا المافيا يا عمو. وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا والفر، اخبار صفاء ووفاء ايه؟ ايه؟
بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ انا اهلي يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي فوزي رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر، لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده يا سعد بيه عشان تعرف تفكر؟ تعال ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي ايه؟ رفقي يا سعد بيه. شوقته يا جماعه، انا قلقان جدا. خير ان شاء الله يا سعد باشا. فعلا يا سعد بيه، ربنا يجيب العواقب السليمه ان شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ اهم يا فندم. ركزوا معايا يا جماعه، مش ملاحظين ان صفاء خاسه شويه؟ انا ملاحظ ان خياشمها بتجيب ميه. فعلا يا سعد بيه، زعنفها دبلانه شويه، وخلي بالك من السخونيه. سخونيه انا هعمل ايه غير ان انا معيشها جوه الميه؟ تفتكروا يا جماعه ان المافيا ممكن توصل بيها الخساسه والنتانه انهم يؤذوني في صفاء او وفاء، خصوصا ان هم عارفين قد ايه انا واسرتي مرتبطين بيهم جدا؟ ايه ده يا صاحبي بيه؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ايه الجنان ده؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا زكي الساعة اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بيه بقالي 20 سنه. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذه يا اخي. اتفضل اتفضل اتفضل. تعال انت معايا، وانتوا الاثنين خليكم في الشركه. كلم الراجل بتاع حواض السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش، فاهمين؟ حاضر. يلا مع السلامه يا سعد بيه. مع السلامه يا باشا. يخرب بيتك يا سعد أنا سعد التالي، أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة، صفاء ووفاء لازم يروحوا للدكتور. اهرب انت بوفاء. غور في داهية. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء؟ 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 صفاء. أنا سعد التالي، أنت مين؟ بقى لله يا سعد بيه. أنا متشكر جدا يا فندم لتشريفك، وما قالكوش في حاجة وحشة، ألف شكر. إحنا لقينا بيه بعد الحادثة. الشبكة دي أول مرة أشوف صفاء كانت ملفوفة فيها. كانت مرمية على صخرة في أبو قير. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. يا صفاء. إهدي يا حبيبتي. أنت السبب، أنت السبب في اللي بيجرى لنا في البيت ده كله، بسبب تهورك وجنونك، يو نو؟ أنت واحد نازق. أنا نازق. تعالي تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي يا أختي تعالي. إيه المسخرة اللي أنت لابساها في العزة دي؟ أنت جاي تعزي في رقصة؟ دي سمكة، ومش أي سمكة، دي صفاء.
اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود الدونتيل ده؟ ايه مش بتاع العزة؟ لا بس سيبك من الاسود طالما كانت بتحبه خليكي لابساه. خليكي لابساه. اهدي بقى اهدي. اتفضلي يا حبيبي اتفضلي 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 يا ناوي يا صفاء. يا خرابي يا غالي عليا يا صفاء. يا خرابي يا غالي لمين الحوت يا صفاء. غيري لاختها. ما هي وفاء موجوده. حرام عليكي بقى كفايه كده. يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا. اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. انا اسمع كلام المافيا. انا سعد التالي. المافيا مين يا حبيبتي يا صفاء؟ خلاص يا ام ابراهيم. يا غالي عليا يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم ما تزهقناش بقى. مش فيكي لوحدك. خلاص خلاص. يا اهلا بالمعلمين. يا اهلا بالمعلمين. حبيبتي يا صفاء. خلاص يا معلم. اشوفها بقول الله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي صاحب محلات مكدوف للاسماك. ونعم الرجاله. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالت لكش حاجه تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام. قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت ارجوك. الكلام اللي قالته صفاء ده بقى سر بيني وبينك. ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الاخ؟ وده الحاج كناني مندوب حلقه السمك. حاج مين؟ كناني. اهلا وسهلا. اصر يعزف صفاء في نفسي. شاكرين يا حاج ولحلقه السمك. ثانيه. مين الاخ؟ اهلا وسهلا. دي جايه ليه؟ تعزف مين؟ تعزف صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره. مش عايز ولا قطه تخش العزا. اتفضل بره. انا جاي اتعزي. اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها. فخص على القطط. ايه ده سعد بيه؟ لا مؤاخذه. تشرفنا يا حاج تشرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. انا هنا. لا مؤاخذه. انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو قوي. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو. متحسن كلامك. انا احنا نعرفوها من زمان. ايوه داني اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده جايبه يحرق دمي. اطلع بره مش عايز قرف. ايه ده؟ المواد القبيحه ديت والزفره دي اذا كان في اباحه ولا زفاره فيهمنك انت. لا انا مش هسكت على العيله دي. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ العيله دي. خد وامشي خد وامشي خد وامشي من هنا. خدوا يا حاج مجدي بلاش قرف. ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع دول. يا حبيبتي يا صفاء. يا غاليه عليا يا صفاء. زهقتيني بقى. انا طبعاً قاعده اتنيلي بلا حب يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. يلا بره خد الولاد دي بره. تعالي هنا. خرجتي امتى يا حبيبتي يا صفاء؟ الله العظيم يا رب. يا ناس يا لهوي يا لهوي. راعوا احساس يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. شيل يلا. اصيل يا سعد بيه. ما تخرجنيش بايدي فاضي ابدا. سلام. اهدي يا مدام. خدها بدل ما اطلعها. يلا صفاء كانت غالية علينا كلنا. اتفضل. الولية ماشية ازاي في العزا؟ بتستفزني. نورتي يا حاج. واحد الله واحد الله. اشكر لي اهل مطروح كلهم فرد فرد وكل صيادينها رجالة. الحمد لله. الله يرحمك يا صفاء.
الناس انا اغنى واحد موجود هنا. يا 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 انا الياقوت الذهب الماس واعوذ بالله من قولت انا. انا مش زي كل الناس انا اغنى واحد موجود هنا. انا الياقوت الذهب الماس واعوذ بالله من قولت انا. اكيد انا اصلا انسان آلي ما نتالي. لو يقتلوني من صغري عمري ما كلت علقة. مليون علامة في بنطلوني اخرام كتيرة مئة الف طلقة. ما بتقتلش لو يقتلوني من صغري عمري ما كلت علقة. مليون علامة في بنطلوني اخرام كتيرة مئة الف طلقة. جايز اضحي ايه لو حتى بابني ايه اخلف غيره ايه ولا تغلبني ايه. اسف محدش يلوي دراعي ده انا عالي قوي قوي في استهبالي. ما انا تالي انسان آلي ايه انا التالي ايه انا الغالي ايه انا السلطة انا بمالي بطير وبحلق في العالي. بابا مين انت هتصيعي؟ ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوه بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي. اخدتي لبتخوني ولا تشوفوا ولا نقيل. انا هرش الفيلم من اول وبعون الله هنعمل معاكم الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر. لا 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 ليلى خلي الدنيا جميلة جميلة. الله 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 والله الدنيا هتبقى جميلة إن شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه؟
رسلك حلواني. ايه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب؟ يا لهوي، ده انا غرقان في الحب يا اشرف، غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسال حبيبي. لو القرده بتاعتي مغلباني اعمل معاها ايه؟ الايه؟ القرده مغلباني اعمل معاها ايه؟ القرده. قوم ياض من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قرده ايه ونيجي ايه؟ والله انا مش مصدق نفسي. حلواني، حلواني هيتجوز. أيوة وتبقى عمالي. زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحه شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما انا اشوفكم برضه مره في الشهر بتاع. انتوا صحابي واخواتي، وبعدين الاستقرار يا جماعه. ولا هعمل في شكلي ولا حاجه، شكلي يوم ليله ايه؟ وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك، الله يخليك يا اشرف. بس هيبقى في التزامات، هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيده بتيجي كلنا بناكل مع بعض، احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلده وتمشي، يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط، شجعوني. صح، فرحك عندي. حبيبي حبيبي، عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل، انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غالية موت وثلاث ارباعها نصابين، خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل، انا راجل متفتح، تنزل تصطاد معايا، وانا طول النهار راجل لوحدي في الحر، هي تنزل تجيب ارنب، خروف، اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه، راجل في بيتي دي قصه ثانيه، وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه، هتمشي على اللي هقوله بالملي، مفيش هزار. مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه، يعني سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قال ما ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه؟ ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ هي دي حلواني؟ لا مش حلواني. مش هي. لا مش هي. لا هي، هي في غيرها في القبيلة. مش هي، اسمع كلامي، هي بنت خالتها افتكرتها، هم أصل العيلة كلها شبه بعض. امشي يا بت، امشي، روحي قولي لها أنا جاي بعد شوية. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي، شكلها هي. طب ممكن أقعد مع أصحابي شوية؟ يلا قوم فين؟ أنا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. أنت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر، ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا. حاضر عادي يا جماعه، ما فيش حاجه، هي بتنشف فجاه، بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. اتفضل. ليه الزعيق قدام اصحابي؟ ليه انت مزود معايا في الكلام؟ مش بزود ولا حاجه، بس انا قاعد مع اصحابي شويه، ما فيهاش حاجه يعني. ممكن اقعد خمس دقايق؟ انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار، خلي بالكم. كل اللي هي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه، فاكره ان دمها خفيف. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. انت قاعد لي مع المناظر الزباله دول. لا دول مش زباله، دول اصحابي، لو سمحتي كده كتير قوي اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه، جت كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه، واشكالهم هي نفس اشكالنا. لما تنسى يا حلواني دول صحاب. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطة يا شباب. يلا وديني. اوكي اتفضل. عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجة؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا لمي لي عليا الحالة دي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعيان، عرفنا سيدي. ولا ايه ده؟ ولا هم روحوني. ايه يا حلواني؟ هم روحوني البت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها، ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ده ابوها الهايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها حلواني. يا سيدي حذرتني، طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه ورجعوا تاني. وحياه ابوك، ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر. ماشي ماشي، على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعيان، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعيان. عيني عليك يا حلواني. ياه على الحب. طحالب دي حلوة قوي. يا ناس يا هو، يا نهار اسود ومنيل، حد يغتني. مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبي؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ كيسكو سا في سي مي بارون. بارون؟ وي. ماشي خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ طب بيشمني ليه؟ انا عايز في كلب ولا ايه؟
البيت. حبيبي دول بيحيوه. دمي كمان بتشم من دي التحيه عندكم في الاسره؟ حييهم. لازم ارد التحيه صح؟ لازم طبعا، ده حمايه حبيبي حمايه. استغفر الله العظيم يا رب. تعالي. ريحه اهلك وحشه قوي. سوري انا اسف بس فعلا فعلا قذاره. ايه ده؟ جري طول النهار بشوفهم انا رمح في الصحراء والتراب ولا دوتش ولا زفت. خلصني بقى عشان ارجع في الجوازه دي. فكني انا عملت ايه؟ عملت حاجه غلط؟ انا عملت حاجه غلط في بنتك؟ انا جيت دقيت الكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال. جوزاني. ايه يا حلواني؟ انت عايز تقعد مع بنتي في الداره واسيبك؟ تقعد مع بنتك في الداره؟ انا بقعد مع بنتك في الداره اه، بس دي بني ادمه زيها. في ناس تانية بتقعد مع جمال. ها؟ مش عايز انا سياح لك. ها؟ الولية دي خيلاني وقلقان، هي بتيجي كده كتير وكده. ماما مالها؟ سيما ماما ليكم سا ليكم سا. طب ماشي انا بفهم بس. يا ولية اثبتي بقى، الله يخرب بيتك. ابوس ايدك. انا يعني بص اؤمر يا حماية طلباتك. وانت هتقدر على مهرها بداية ابن البدائي؟ بداية ابن البدائي يعني انت فضائي ابن فضائي من تبدائي. بل انا عايز اقول لك على حاجة. المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا. لو تكرمت انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده، ما تلمسنيش بس. قصف المكسر، وريني بقى شكل جيبك هتعمل ايه. ايوه ادفع واشخلل وعندي مهر 100 100. الوليه دي خيلاني قوي. ما كلمي امك، ما كلمي امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرت عليه يا عم؟ خلاص ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها؟ ايوه تحب انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك؟ يا عمي انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني. ما كانش في حد على الارض. جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي. هقدمها لها يا وليه. اقعدي بقى، اقعدي بقى. هقدمها لها هديه، ايه رايك؟ بوابة يا حلواني. ليه يا عم؟ في ايه ده؟ انا ودني ايه وانا واقف جنبك؟ في ايه؟ احنا جايين بنجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم. عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بني لها كمباوت، ما تبني لها انت ايه يا حلواني؟ هيبني لها كمباوت ولا كمباوت ولا نيله؟ بقول لك ايه؟ بص هبني لها كمباوت. ورحمة أمي أنت لو ما ثبتتي لا أدفنك في هنا، هتفنك قدام الحيوان اللي أنت متجوزاه ده، مش هيهمني حد. قول لها تثبت يا حاج بقى لو تكرمت، ده كده كتير. هنبني لها زفت كومباوند. في أي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع إيه؟ بتاع كومباوند. موقع إيه؟ ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع. هتفرق إيه الأرض دي من الأرض؟ أنت أهبل؟ بص في الصحراء ونقي وأنا هبني لك. تأمر بحاجة تاني؟ قشطة يا عسل. ظبط نفسك وكلمني يا حلواني. ابوك يا عسل، ابوك شربات على فكره. هو يبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش يا حمايه؟ انا ماشي طالع صحراوي. غوري في دهي، غوري في دهي. ميرسي بابا. امسك الليه دي ولا ارميها في اي وادي. بص صاحب امك ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني. اخيرا اخيرا هنتلم في كهف واحد. اخيرا اوعدك اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه؟ انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. وهحييك بتحيه ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت، انا عرفت. طب هم ناس كبار وكبروا في الصحراء وتهطلوا عادي ينسوا يستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه. يعني المفروض ده ما ينفعش، ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي ترمي فيه. روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي وهتصرف بعدين. باي باي. ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوك هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. قولوا لي امك جت معاه برضه. يا اهلا وسهلا. ابوكي ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حماية. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه حبيبي اهلي. مالك متنكه قوي كده؟ ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شموا. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ. انتوا كانوا شم مين؟ ده خالي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد عشان خاطر. تعالى
تخرب بيت ريحه خالك على عم ايه التقليد النيل ده ومين العبيط ده كمان عمي اهلا وسهلا مش هشم الراجل ده هو هيشم خلاص خلاص يا خلاص يا عم ايه ده ايه ده لا في حاجه غريبه في العيله دي يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه ايه التحيه الغريبه دي تراديشن عندنا تراديشن عندنا اهلا وسهلا شرفتونا ونورتونا خير جايين الفرادي على الكمباوند على ايه على الكمباوند ابوك لسه مركز في الكمباوند كمباوند اه اوعي تفتكر ان انا نسيكي ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا انا صحيلك انت مقصره فيا جدا بقولك ايه تعال اقولك كمباوند انت قبل ما بتدخل كمباوند بتدخل منين بوابه خلاص انا ابتديت بالبوابه والكمباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه الموضوع ده لكن مش بسرعه كده ولا ايه راي حضرتك سيل تو بلي بابا سيل تو بلي دي وي مبروك الله يخليك بس انا عايز اقول لك حاجه كمان نصيحه ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي انسى موضوع الفرح ده خالص اسمع كلامي تكلفه على شايفك ارجعي انت بتستنيني اندمج وبتستحلبي زي السحليه كده اقف في مكانك امسك الولاد دي مصاريف بالاونطه مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع على الحراميه دول ياكلوا دول عايزين 40 بقره اسمع كلامي انا ما بحبش الفصال بلاها الجوازه دي لا يا بنت استنى يا عم بلا ايه ده ابوك بيقفش ليه كده يا عم اهدى خلاص هنعمل زفت فرح مبروك ابوك بيعمل كده ليه ايه الحركه دي احنا اتجوزنا تكلم بجد هو كده يعني اتجوزنا انت عندكم كده اتجوزنا كده اتجوزنا تكلم بجد مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده طرقعه واحده جواز ولو حبيت تطلقها ثلاث طرقعات صح ايوه صح كده حلو ده خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول ايوه مبروك يا اهلي مبروك يا حماي الف الف مبروك مبروك يا حلوان شايفك ارجعي مكانك بقول لك ايه بالمناسبه الحلوه دي بقى تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابه ها نفتتح الشريط هات السكينه وانت واقفه مكانك عارفه لو خطيتي خطوه ارطم لك رجليك هاتي ده انت روش سيبي اولاد الولاد انا خايف منها والله العظيم امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقيه وهتفاجئنا وهتطير اسمعي كلامي لا مش مننا بص الناس كلها حاجه بص هي غريبه ربنا يستر دي ما تدخلش البيت على جثتي ممكن نفتح البوابه نفتح البوابه مبروك يا مدام مبروك 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 يا جماعه مبروك 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 اتفضل اتفضل يلا مبروك الف مبروك اهلك يا عرو مش بهزر سوري يعني ما ايه ده لا they are very nice نايس انجلت ايه كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعه بقول لك يا حمايه تعالى عاوزك ايوه حلواني تعالى ثانيه بس الناس دي راحت فين رايحين يخشوا جوه البوابه يهببوا ايه يتفرجوا على ايه جوه مفيش حاجه يتفرجوا على ايه فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص في جوه تعابين خلي بالك ما احنا بناخدها طب الف هنا بقول لك ايه انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي انا هعمل لبنتك احلى فرح ايه رايك مبروك يا حلواني مبروك ما تحطيش ايدك عليا مش ايد دي الف مبروك الف مبروك مع السلامه مع الف سلامه روح شمهم شموا بعض لحد ما اجيلك انا هاخد بنطه كده في الصحراء انا وعروستي معاك الله اصحى ورا 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 كل هدو فوق كل هدو فوق كل هدو فوق وفين السقفه رجاله الحفله لسه شغاله ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا في فرح حبيبي واخويا الحلواني جينا وهنينا كل هدو فوق كل هدو فوق اللي يحب حلواني يقول ايه حلو حلواني يقول ايه حلواني يعني الرجولة حلواني يعني ابن النيل حلواني الحي هنا كل جبل في المنطقة وكهف كهف وطول ما العجلة شغالة الكهف بيجيب رجالة وبالحي عروستنا الجميلة فتاة الوادي فتاة الجبال فتاة الليل صاعدة الثعابين منار الجيار وكل اللي يحب حلواني يقول ايه اصحى مبروك يا حلواني الله يبارك مبروك يا عروستنا الله يبارك قاعد الولاد اللي وراك دي قاعد مراتك قاعدها انا دلوقتي هعرفك على عيلتي لما شفت عيلتي كنت ما شفتيش عيلتي ناس طيبين قوي 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 غير اهلك خالص دول اتنين ولاد خالتي اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجرة يلعبوا في تقوم بعض كده يعني باي 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 مبست العروسة وما بيكلموش ولا حاجة هم راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونار يعني طيبين قوي طيبين قوي أهلا وسهلا شرفتنا شرفتنا هو
مين ده؟ ده ما اعرفش، بس يعني ابويا لما اتقتل في الحرب الاخيره ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك، فيعني نورت بس راجل طيب. ها ايوه ها ها نورت يا عم نورت. ده مينشو بقى التافه بتاع العيله؟ قمر قمر وقعدته جميله والعلم بزنسمان كده. ها معاه توكيل عظم. بصي بصي الانواع، بصي اوعى تكون جايبها لنا هديه بسيطة كده. لا ده كتير قوي كتير. ليه طلب تاني؟ أمر يا مش واحد صاحبي هينحتى كده سوا مع بعض. يلا يلا حبيبي. هو هيطول شوية. ميرسي. حبيبي حبيبي عايزك تولع الفرح. عقبالك عقبالك. تعالى ما تتكسفش، تعالى ما تتكسفش، ده ابن عمتي. مخلوق بيضحك على طول. فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا بصي هو يعمل ايه؟ حاجة ظاهرة في الجبل، ظاهرة ظاهرة. وبرده مش تافه. تاجر جلود من لو بصي بصي جايب لك ايه؟ هدية بسيطة. تعبت نفسك يا اخي تشكرين عقبال ليلتك. حبيبي حبيبي مبتسم على طول جميل. انت شايفة عيلتي؟ فين البوفيه؟ وفين اللحمة؟ شايف الفرق بين عيلتي وعيلتك؟ شايفة ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده. يلا اسأس فيه واحنا هنجيب للناس. ابوكي بصراحة يعر. بابا ايه؟ يعر بصراحة. اصحابي هيعرفوا يغني هيدلعوا لك الفرح. ما تخافش. بتغني انت يا حبيبي تبقى حلوة قوي. تكلمي بجد؟ اه والله والله لا غني. عايز حاجة تاني؟ يلا غني حبيبي حلواني. حبيبي حلواني. فاكرين فاكرين الجو بتاعنا؟ الاغنية اللي كنا بنقولها واحنا في ال واحنا رايحين الكبرتان بتاعت الاتوبيس دي؟ ايوه فاكرينها؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. بدائي 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 أموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، أموت وأعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ريحة حلوة بزيادة خيرها فايد ولا
ولادة بس عيالي ولادي الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة ريحة حلوة بزيادة خيرها فايد ولادة بس عيالي ولادي الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة والأخ بنفس على أخوه الأخ بنفس على أخوه